الأمراض النفسية تنتقل عبر الوراثة؟ نعم، بعض الأمراض النفسية ينتقل عبر الوراثة، بعضها ينتقل الاستعداد للمرض النفسي، فالوراثة في كفة وضغوط الحياة تفجر ذلك الاستعداد، وفي الكفة الأخرى مهارات الإنسان الحياتية ونقص الضغوط. فإذا ازداد الاستعداد الوراثي، كيف يزداد الاستعداد الوراثي؟ يعني إنسان مثلا عمه وخاله وجده وجدته وأبوه عنده نفس المرض، فمن غالب الظن، وهذا مهم حتى عند الخطبة والزواج، لو تقدم لي واحد أسأل عنه. زين، في الكفة الأخرى مهارات ذلك الإنسان ربما تخفف من حدة ذلك الاستعداد وتحتاج شيئا من التأمل. قدرة الإنسان على التعاطي مع ذلك الاستعداد تماما بالتدريب أيضا، وأيضا المبادرة بعلاج المرض النفسي، كلما هذه يكفة ميزان كيف نتحرك فيها. بعض الأمراض نسبة الوراثة فيها أعلى، تصل 2-3%، وكلما زاد عدد الأقارب زادت النسبة. الأبحاث العلمية أشارت أن التوائم من بويضة واحدة نسبة وجود المرض في التوأم الآخر أكثر من التوائم اللي جوا من بيضتين، فهذا يثبت الجانب الوراثي. إذا كان الأب والأم مصابين بالمرض النفسي أكثر من لو كان واحد منهم، فمثلا في مرض الفصام إذا كان الأب والأم مصاب، أو الأم عفوا، 8%، وإذا كان الأب والأم كلاهما مصابان بالمرض النفسي فنسبة الإصابة تصل 12%. قس عليها التوائم وحيدة اللاقحة أو ثنائية اللاقحة لجين بيضة واحدة، تصل النسبة إلى 47%، في حين لو من بيضتين أظنها لا تتعدى أو قريبة من 12%، رغم أن الفصام بشكله العام تقريبا نسبة 1% أو أقل قليلا بشيء بسيط بين بني البشر. إذن وجود تاريخ سابق عند الأقارب المريض أو عند أجداده. هل كل مرض نفسي في وراثه؟ لا، حتى الأمراض تعرف بالوراثة، يعني واحد يصاب بالفصام، عمي خالي أجدادي كلهم طيبين، هناك نسبة ربما تفوق 50% ما عندهم وراثة أصلا، ما موجود في الأسرة. إذا ما نجهله في الأمراض النفسية أكثر مما نعلمه، ما لا ندريه أكثر مما ندريه، ولذلك كان لزاما علينا أن نتحرك في المنطقة التي نستطيع أن نغير فيها. ما هي تلك المنطقة التي نستطيع أن نغير فيها؟ تلك المنطقة هي منطقة المهارات، منطقة الوقاية، منطقة إني ما ارتبط بوحدة واحد عنده مرض نفسي. إذا كان عندي مرض نفسي حتى لا أعزز تلك الجينات، لكن لو كانت الأمراض مختلفة ومتباعدة ربما هذا له مقاييس مختلفة. إن مراعاة مريض نفسي لفترة طويلة ربما تجهدك وتقلل إنجازك مع أولادك الآخرين. لو عندك 5 أطفال، وهذا من الأخطاء، يعطي الجهد كله للطفل هذا، وأحيانا يكون مرضه من الأمراض التي لا تستجيب للعلاج أو لم يكتشف لها الطب علاجا، ويهمل أولاده الأربعة. امرأة زوجها فيه مرض ولم تسأل بشكل جيد، أو رجل زوجته فيها مرض لم يسأل، تقل عنايته لأولاده. ما أحسنت السؤال، لربما يسألني البعض، طيب يا طارق أنا عندي مرض نفسي، ببرنامجك هذا تقول لا تزوجون فلانة، أقول لكل ساقطة لاقطة يا بنية، وبعضكم رجال يا أبو علي ما يصير، شلون نتزوج وأنت تقول للناس لا يأخذوني، لكل ساقطة لاقطة يا بني. أنا إذا عندي بنت قلقة لو أخذت مريض نفسي تبي تدهور وتتعب، لكن لو عندي بنت عاقلة حكيمة طيبة وجاء واحد عنده مرض نفسي يسير وعقل من بنتي وطيب من بنتي، والله ما فوته. إذن هي عملية توازن، كيف نقدم هذا، كيف نؤخر هذا، نستطيع من خلالها أن ننظر. الأمر الآخر، لا نجعل الوراثة هي الشيء اللي نفكر فيه بالمرض النفسي، ما العوامل الأخرى؟ الأبحاث العلمية أشارت حتى أنه في الفصام الوراثة أحد العوامل، تغيرات كيميائية، تغيرات في نسيج المخ، تغيرات في النواقل العصبية، أسباب كثيرة، أبعاد اجتماعية، الطبيعة الزواجية، كلها تكلمت عن مثل هذا. فلا نضيق واسعا في التركيز على شيء معين وننسى بقية الأشياء كأسباب، لأن قد تكون متعددة السببية فيأتي الأثر ربما أكبر مما نتوقع.